العمل الاجتماعي فتح أبوابه من جديد أمام الزبناء ديالو مع احترام قواعد أساسية للوقاية. عملية الدخول لوكالة منظمة وتيسهر عليها واحد من المستخدمين للوكالة. الناس اللي بغاو يحطوا ملف ما عندهم لاش يدخلوا للوكالة، يديروا الطلب ديالهم في طرف انفلوب يسدوها ويكتبوا عليها رقم تسجيل في السنساس أو رقم الانخراط ورقم الهاتف ديالهم. غيلقاو راه إشارتهم صندوق خاص لهاد الغاية، يديروا فيه الانفلوب ويغادروا المكان في الحين وبلا وصل الاستلام، وما ينساوش يكونوا دايرين الكمامة ديالهم. وباش تتبعوا معالجة الطلب ديالكم ومن أجل الحصول على المعلومات الخاصة بوضعيتكم أو تقديم شكاية، الضمان الاجتماعي تيوضع على إشارتكم مجموعة من الخدمات عن بعد. تيمكن لكم تدخلوا البوابات المؤمن له www.cnss.ma/portail-8cnss أو تدخلوا التطبيق ما CNSS عبر الهاتف الذكي ديالكم، أو تبعثوا برسالة إلكترونية عبر الموقع cnss.ma بالخصوص إذا كان الأمر يتعلق بأسئلة أو شكايات أو اقتراحات. تيمكن لكم تتصلوا كذلك بالمجيب الآلي على الرقم 05 20 44 7100 أو بألو الضمان على الرقم 080 203 3333 أو 080 200 7200. واللي كان مضطر يجي الوكالة ما ينساش الكمامة مع الاحترام التام لقواعد السلامة باش يحافظ على راسه وعلى غيره. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بحمايتكم.